عن كذب الرجال، كذب الرجال وكذب الستات، ايه، وعن الكذب بشكل عام. ترى انا والله بريئه اليوم هيك، ما بعرف، ما بتعرف شو تقالها حنان وقالت ناخذ هالموضوع. امور بسيطه يعني، يا شي احرز يا بلا. شوف، لقلك انا قلت لك ياها، ما دام الكلمه الحلوه دائما على لسانك، ان كنت قاصدها ولا ما كنت قاصدها، حياتك بتكون رواق، حتى لو كنت كذب. جبران خاطر خلينا نسميها يعني الكلمة الحلوة، مثلا حليانة، نحفانة، شعراتك حلوين، هلا لما بيحكي بشرتك متحسنة، هلا الرجل لما بقول هيك لزوجته بكون عم بيكذب عليها، صاير عندك رونق. طب لحظة شوي، شو هيدي المواصفات أو هالمجاملات شو دخلها بالكذب؟ يعني إذا بكون عم بيقول له هيك لزوجته بكون عم بيكذب؟ ما فهمت شو بقصد. يعني شو؟ لما بتشوف مثلا مرتك وشها تعبان تقول لك أنا وشي تعبان، صح؟ إلا لا، يعني تمام أنا مو شايف إنه تعبان، كذب. تاني يوم إلا لا والله رادد، يعني لا هي وشك فيه رونق، اجبر بخاطرها. يعني لازم يكذب لحتى يجبر بخاطرها. اجبر بخاطرها، ما تكذب. بتتهمونا بالكذب لأنا. الله بيننا وبين الكذب، أعوذ بالله. الواحد لازم الكلمة الحلوة هيك دائما تكون على لسانه، عشان تمشي وتعدي وما تضيقش بقى. إذا قال له ليش وجهك تعبان اليوم، يعني شو بيأثر عليها؟ شو بصير؟ بيعمل خلاف هو إياها، بيعمل مشكلة. ما هو يقول له تعبتي اليوم، فهي حتقول له اكيد انها تعبت. هلا والله مبين عليكي، روحي ارتاحي، بلا ما يقول لا ليه وشك تعبان اليوم.